السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ينتهي إعلان اقتحام حتى يأتي آخر بعد فشل سابقه. لا يعرفون حرمة لشهر حرام أو جيرة امتدت في عمق التاريخ. لا يكفيهم كيف حولوا بنغازي إلى بيت عزاء كبير، فما فيها من شارع إلا وتحدثت جدرانه عن أزمة ضمير وزوال قيم وانتهاك للأعراف. النظوري بعد خبر موت سيده يخرج تائها مرتبكا يبحث عن دور فيما يراه غنيمة ويراه الرجال وطنا. لم يكفي النظوري وقادة الكرامة هذه المرة سفك دماء الليبيين بعضهم ببعض، فزاد على قبحه قبحا آخر بإشراك جيش السيسي الذي لا زالت دماء رابعة والنهضة من أبناء مصر راسخة في ذاكرة التاريخ المؤلمة. هنا الكرامة، فلا معنى للوطن ولا معنى للسيادة، لا معنى لحسن الجوار، فقط هو التعطش للدماء والمناصب، وإن دفعت درنا ثمن ذلك. لكن هل سجل التاريخ يوما أن مدينة يذود أبناؤها دونها في سبيل الحق أنها انهزمت؟ هل سجل التاريخ يوما أن عميلا رأى مصلحة بلد آخر أولى من بلده انتصر؟ هي درنا الزاهرة الصامدة الاستثناء التي قهرت داعش وقهرت معه إعلام الكراهية والتضليل، فكانت ولا زالت بفضل الله سورا عاليا عصيا على أعداء الوطن.